هي كانت عايش، انا طبعا عرفتهاش قبل الثوره يعني، بس من بعد الثوره يعني لما عرفتها، طبعا عرفتها الاول كطفل يعني، وبعد كده يعني على كبر. كانت طيبه جدا، رقيقه جدا، خجوله. بس لما الواحد كان يبقى عنده فرصه ان يكلمها، كانت يعني برضو يعني ظاهر ان كذا واحده من خالاتي ورثوا من جدتي حكايه الجاذبيه دي، كان يعني زي ما بيقولوا تسيح الصخر، ولها ضحكه يعني لما كانت تضحكها يعني الواحد كان بيسيح قدامها يعني، من كتر ما كانت الضحكه حلوه وفيها فرحه الحقيقه. فكنت بروح اشوفها في اسكندريه وقابلها في اسكندرية، وكانت دايما الحقيقة ترحب بيا جدا، ومن دايما الحقيقة يعني كان في مواد كبيرة جدا بينا، مع ان طبعا علشان تربيتها كمان كانت يعني لما بتكلمني مثلا كنا بنتكلم طبعا خليط من اللغات، كان بنتكلم بالعربي وبنتكلم بالفرنساوي وبالانجليزي وبتاع، فبالفرنساوي في طريقة مخاطبة رسمية وفي طريقة مخاطبة عادية. لما كانت هي بتكلمني بالفرنساوي كانت بتخاطبني بالطريقة الرسمية فو يعني، وطبعا كنت بستغرب لان يعني كان متوقع مني ان انا اقولها فو على اساس احترام يعني مني لواحدة خالتي، كنا هي تقول لي بو كان حاجه غريبه بالنسبه لي، بس دي كانت تربيتها وتعودت على كده، وطبعا ما كانتش قادره تغيرها، مع اننا كنا قريبين من بعض جدا، ما بنشوفش بعض الا في مناسبات برضو قليله لما كنت بروح الاسكندريه، هي ما كانتش بتيجي مصر كتير، فانا كانت عايشه يعني منعزله في بيتها في سموحه في اسكندريه، بتقابل ناس معينه من العيله بس بتخرج قليل. جوزها الله يرحمه اسماعيل بشيرين كان قلقان عليها، وعلى ان يعني الميديا بقى انها تحاصرها، ومع ان يعني انا شايف ان ده كان زياده يعني الحقيقه، بس حمايه لها في رايه انه ما كانش بيحب انها تخرج كتير، فكانت عايشة في بيتها شبه منعزلة. كانت بتسافر طبعا أوروبا مرة في السنة معاه، وبعد كده مع ابنها حسين الله يرحمه، حسين يتوفى قريب. ف يعني حياة هادية من غير